لما بنركب تاكسي بندفع تمن ان احنا نوصل اسرع، واحيانا كمان بنعرف طريق جديد. في تحدي رمضان هكون انا سواق التاكسي اللي هيروح معاك لاهدافك الوظيفية بشكل اسرع ويعرفها لك، بس في الاول لازم نعرف ايه هي اهدافنا الوظيفية وازاي نكتبها. مكونات اي هدف وظيفي بتكون اربع مكونات اساسية: اول حاجة مهاراتك، تاني حاجة الوظيفة اللي انا عايز اروح لها، تالت حاجة الوقت اللي انا عايز اروح لهذه الوظيفة خلاله، رابع حاجة نوعية الشركة اللي انا هشتغل فيها. فمثلا لو انا عايز اشتغل في المبيعات وعايز اكتب الهدف الوظيفي بتاعي، هقول انا هستخدم مهاراتي البيعية في ان انا التحق بوظيفة مدير مبيعات في شركة FMCG في مجال مثلا الاغذية خلال عام من دلوقتي. فبالتالي انا كتبت هنا في المثال ده ايه المهارات اللي انا هستخدمها، ايه نوع الوظيفة اللي انا عايز اروح لها، نوع الشركات اللي انا عايز التحق فيها، واخيرا خلال وقت قد ايه. التحدي دلوقتي ان انت تكتب الهدف بتاعك، انت عايز تعمل ايه بالفورم اللي انا شرحتها لكم دلوقتي، يكون فيها الاربع خصائص، وتكتبها في كومنت تحت الفيديو ده، وانا هكوتش يو في ان انت تكتب هدف سمارت شاطر، هدف مميز فيه الاربع كومبوننت دول، هعدلهم مع بعض لغايه ما نوصل لهدف هايل. لو ما لسه ما تعرفش ايه الوظيفه اللي انت عايز تكتب عليها الهدف بتاعك، اكتب في كومنت برضو قول لي انا مش عارف ادرافت الهدف بتاعي، انا لسه مش عارف انا عايز ايه، وهتلاقيني برد عليك بريسورسز تخليك تعرف الوظيفه الانسب لك. التحدي الاولاني: Are you up to the challenge or not؟ قول لنا. رمضان كريم.